لصالح نادي الزمالك، الكرة لصالح نادي الزمالك، انطلاقة للزمالك، الزمالك اعتماده على خطيرة جدا ممتازة، كرة الكاس، كرة الكاس، كرة الكاس للزمالك، الزمالك ولكن أمير موجود خطيرة، جول 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 جول، هدف الكاس، هدف الكاس اللي يفرح الناس الزملكاوية، الزمالك العظيم الفن والهندسة في توقيت خطير، حازم إمام يشعل المدرجات في أحلى توقيت من زمن المباراة قبل نهاية المباراة بدقيقة وحيدة فقط، يريح الزملكاوية وما يودهمش لركلات الجزاء الترجيحية ويؤدي أداء كبير هنا في ملعب الدفاع الجوي، هي دي كرة الكاس، هو ده حازم إمام، وهي دي اللقب، وهي دي مباراة العمر بالنسبة لحازم إمام، سجل هدف عالمي جميل، خطأ كبير في التمركز الدفاعي لنادي سموحة، الزمالك 1 ونادي سموحة 0، وإنذار لحازم إمام ومقابلة حميمة كبيرة ما بين ميدو النجم الكبير، المدرب يبحث عن أول ألقابه ويبحث عن أول معانقة لكأس مصر لهذا العام، خطأ كبير في التمركز ما قدرهاش كويس، لا أوكا ولا السيد فريد تألق فيها أمير عبد الحميد، هايل يا أمير، لكن المتابعة موجودة من حازم إمام اللي دفع بيه أحمد حسام ميدو يكون النهارده بجوار أحمد علي، شوف الكرة ملعوبة جميلة لكن ممتاز أمير عبد الحميد شالها في الأولى وفي الثانية حازم إمام يسجل هدف بقيمة الذهب وبرونق الذهب وبلون الذهب لصالح فريق الذهب فريق الزمالك، إذن الزمالك يسجل هدف الأول في المباراة. الزمالك يسجل